السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة شهوات سعاد إفاتي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم بيني بطريقة مختلفة، راقي في الشكل والمذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف، مقادير مضبوطة. تبعوا معي الفيديو حتى الآخر وعلى بركة الله ناخذ المقادير وندوزوا لطريقة التحضير. المقادير اللي غنحتاجو في الوصفة ديالنا، عندي هنا 4 كيسان ديال الدقيق الأبيض، عبرت بكأس ديال العنبة، كاس ونص ديال الحليب بحرارة المطبخ، بيضة كاملة حتى هي بحرارة المطبخ، 2 معالق كبار ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة، والملحة كتبقى على حسب الذوق، معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز، 2 معالق كبار ديال الزبدة حتى هي بحرارة المطبخ، نكهة الفانيلا تقدروا تعوضوها بكيس ديال الفانيلا أو بقشرة ديال الحامض محكوكة، يعني التنسيم كيبقى حتى هو اختياري وعلى حسب الذوق. دابا على بركة الله ندوزو لطريقة التحضير. غناخدو العجانة ديالنا، ندير فيها البيض والملحة، اللي ما عندهاش العجانة تقدر تستعمل تعجن في قصعة عادي تعجن بيديها، الزبدة، ندير شوية الحليب في هاد الخميرة، ندير الحليب، قليل من النكهة ديال الفانيلا، تقدروا تعوضوها بالكيس ديال الفانيلا او قشره ديال الحامض محكوكه، والخميره ديال الخبز. نضيف الدقيق ديالي كله، غادي نعجن. انا كنقولها لكم اللي ما عندهاش العجانه تقدر تستعمل قصعه تعجن بها. كما كتلاحظوا العجينه ديالي تخدمت مزيان، كتجي خفيفة ما كتجيش قاصحة بزاف. دابا غندوزو نجمعوها فوق سطح العمل. طبيعة الحال سطح العمل راه عندي منظف، غندير فيه الطحين، كتجي مرخوفة، غندير ناخد شي جبانة وغندير فيها العجينة ديالي وغنخليها يتضاعف الحجم ديالها، وغنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. كما كتلاحظوا العجينة ديالي خمرت تضاعف الحجم ديالها. غنديروا الطحين وغنخويو العجينة ديالنا من الهواء. نبداو نكورو العجينة ديالنا، نديرو الطحين هنا باش ما تلصقناش. حاولوا الكويرات ديالنا يكونوا قياس واحد. نبقى مستمرة على هاد الطريقة تنكمل العجينة ديالي كلها. كما كتلاحظوا الكويرات ديالي درتهم قياس واحد باش ملي نقليهم يجيوني ديك لي بيني يجيوني قياس واحد. غنخليهم دابا يرتاحوا واحد 5 دقائق غير على ما باش تسلق لنا العجينه وصافي. نغطيو بمي كامل الاحسن باش ما تشقليش العجينه من الفوق، وندوزو نطلقوهم. بعد ما ارتاحوا الكويرات ديالنا غندوزو دابا نبداو نطلقوهم. ندوز نبداو نطويو هكا، ندير عليها يدينا، نخليوها على جنب. دابا غندوزو نطلقو العجينة ديالنا بعد الحرابل ديالنا بعد ما ارتاحو، ونجبدو العجينة ديالنا وغنجيو لهنا. كما كتلاحظوا معايا هذه كتكون في الوسط، وغندفر هكا لداخل ونخرج، ندخل من لهنا ونخرج، وغنجيب هذه لهنا عاوتاني، ونجيب هذه لهنا ونسدهم. كما كتلاحظوا معايا ونقلبها،
شفتي؟ نعاود نكرر معاكم العمليه باش تشوفوا. كما كتلاحظوا معايا كنجبد العجينه ديالي مزيان وكنجن هنا وندخل هذه لهنا ونخرجها من هنا، ندخل هذه من لهنا من تحت ونخرجها من الفوق، نولي ندخلها ونطويها مع هذه نلصقها مع هذه. ملي كنلصقها كنقلبها باش ما تجيش ديك الطويه من الفوق باينه. شفتوا باش كتجي ضفيره زوينه؟ ونزيد نوريكم وحده اخرى باش تستافدوا اكثر. كنجبد العجينه ديالي مزيان ما كنحربلها وكندير كنجيب هاد العقده تكون في الوسط وندخل هذه دابا من هنا وغنخرجها من هنا وغندخل هذه من هنا وغنخرجها من هنا وغندخلها من هنا وغنلصق هاد العجينه هذه وغنقلبها. غنبقى مستمره على هاد الطريقه هذه حتى نكمل هاد البينيه ديالي كامل. غناخذوا شي بلاطو الصينيه نديرو فوق منه ورق الطبخ، تقدروا ديروا منديل ديال الخبز، وغنجيبوا لي بينيه ديالنا وغنستفوهم غير بلاتي، نحاولوا نقادوهم مزيان. وغنجيبوا شي منديل وغنغطيهم ونخليهم حتى يخمروا. كما كتلاحظوا البيني ديالنا هما خمروا، غندوزوا دابا نقليوهم. انا دايره الزيت كتسخن، دابا غنهزوا البيني ديالنا وغنقليوهم على وجههم. بسم الله. انا غندير غير ثلاثه في المقله باش ما يجيونيش مدحسين، العافيه تكون متوسطه ما نجهدوش عليهم العافيه باش يطيبوا لنا مزيان. دابا غنقلبوا البيني ديالنا هما تحمروا معانا، نحيدوهم دابا. وغنكرروا العمليه، نهزوا البنين ديالنا غير بشويه ونديروهم على وجههم. وغنبقى مستمره على هذه الطريقه حتى نكمل البني ديالي كله. كما كتلاحظوا معايا راه هاد البيني راه ما كيشربش الزيت، انا ساليت بالقليه هذه اخر قليه بقات لي، وراه القياس الزيت اللي درت هو اللي مازال. دابا غنكمل ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. بعد ما وجد البيني ديالنا واحدو مازال سخون غنديروا له شويه ديال السكر، اللي بغى يخليه بلا سكر هكا طبيعي خليه، ولكن انا غندير له شويه ديال السكر، من الاحسن يكون السكر رقيق شويه باش يلصق فيه، كيعطي واحد الشكل زوين. وكما كتلاحظوا معايا البني راه كيجي رطب وزوين مفشفش وخفيف وما شاربش الزيت. غنبقى مستمره على هاد الطريقه هذه تنسالي البني ديالي كله ونشوفوا الشكل النهائي ديالو كي غيجينا. الشكل النهائي ديال البني ديالنا هو هذا، كيجي الشكل ديالو رائع وحتى المذاق صدقوني كيجي لذيذ وكيجيو خفافين وما شاربينش الزيت. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش السكر يقدروا يخليوهم على هذا الشكل. كما كتلاحظوا معايا كيتغير الشكل ديالهم في القليبه بتاتا وما كيهزوش الزيت. غنشوفوا دابا كيفاش جاوا من الداخل، شوفوا كيفاش جاوا رطب وخفافين.
باش كيجيو. كل ما كانت العجينه عندنا خفيفه كيجيو البيني ديالنا رطب وخفاف كما كتلاحظوا معايا. صدقوني هاد الوصفه غادي تجربوها وغادي تعجبكم بزاف. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم بزاف على حسن المتابعه وعلى الدعم والتشجيعات اللي كتقدموا لي، والى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.